أسسنا الفارسات أريج العبد الله وسارة الدوسري ومنيرة ثنيان وفي الفهاد وسارة الشمري وأسماء التميمي وأفراح الرميح وأبرار العبيسي ومريم العنزي. رابطة لفارسات المملكة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام برئاسة أريج العبد الله ونيابة سارة الدوسري. نتعرف على تفاصيل أكثر على هذه الرابطة من خلال إحدى مؤسساتها وهي ضيفتنا لليوم أريج العبد الله. يا هلا وسهلا فيك أريج. أهلا فيك حياتي. أريج الخيالة والفارسة أريج العبد الله، قولي لنا إيش فكرة الرابطة، رابطة فارسات المملكة، إيش الحكاية؟ رابطة فارسات المملكة هي تجمع للبنات الفارسات لأنه كان في حاجة للتوعية، حاجة لتبادل الخبرات، حاجة لتبادل المعلومات، فبدأت تفي وسوت زي ما يقولوا موقع أو جروب في الواتساب. فكنا نتكلم فيه عن تجاربنا، عن خبراتنا، فين نشتري هذا الشيء، كيف نحل هذه المشكلة بما يخص الفروسية. بعدين طرحت عليهم أنه ليش ما نسوي رابطة وضم كل البنات، يعني مو بس إحنا اللي في الجروب، وبرضه نعطي معلومات ونعطي نصايح والأشياء اللي جالسة نسويها للناس التانين، للفرسان والمجتمع بشكل عام، مو بس الفارسات. طيب. فكان في إقبال من البنات وتحمسوا معايا، وغير كذا إنه كلنا متنوعين، في زي هاجر هي في العلاج الطبيعي فهي اقترحت علينا علاج طبيعي خاص، يعني هي في العلاج الطبيعي وفارسة فجمعت هذا الشيء. مثلا في برضو مصورة فكانت تسوي لنا منتجات حلوة، كيف تحمم الخيل، كيف يعني كان نطلع في محتوى كويس. فقلنا ليش ما نجمع هذه الجهود، هذه الخبرات ونطلعها في محتوى مرتب وواضح ومفيد للناس بشكل عام، تحت عنوان رابطة فارسات، رابطة فارسات المملكة. كم عدد البنات؟ المؤسسات تقريبا 10. أيوة. والأعضاء تقريبا بيوصلوا إلى 50 عضوة بنات. 50 عضوة. وفتحنا مجال دحين للأولاد، للشباب يصيروا يعني الشباب أو الفرسان داعمين لرابطة الفارسات، يدعموكم طبعا. يدعمونا. إنه طب أبغى أعرف العضوات كلهم من الرياض؟ لا، من مناطق مختلفة في المملكة، في الشرقية وفي جدة وفي الشمال وفي الجنوب، في كل مكان. لكم كم مؤسسين الرابطة؟ تقريبا 2 شهر. وبس بالبداية طرحنا موقع الانستغرام كواجهة لنا، بس حساب انستغرام، حساب انستغرام، وجالسين نشتغل على محتوى وحيكون في تدشين للموقع، والمحتوى حينزل في الموقع كمرونة أفضل، وعشان ناخذ تحولوا حساب الانستغرام لموقع، موقع إلكتروني. تماما، يشمل كل هذا المعلومات. تمام، لأنه أصلا حتى الاتحاد الفروسية وحتى الجروبات الثانية حقت الشباب الفرسان ما عندهم أي موقع إلكتروني فيه معلومات كافية عن بيطرة الخيل، عن نايف الخيل، عن وين مستلزمات الخيل. إذا أنت تبغى نادي حتى ننزل استشارات، أي أحد يبغى استفسار إحنا حنكون ماسكين الموقع ونديره وننزل فيه كل ما يخص الفروسية والخيل. طيب جميل، أبغى أسألك سؤال أريج، أنت خيالة لك كم في هذا المجال؟ تقريبا 4 سنوات. 4 سنوات الآن أنت لك، يعني صراحة معلش يعني عارفة الفروسية، ويعني صح هي جزء من ثقافتنا إحنا كعرب، لكن كثير نجهل أشياء كثير عنها. إذا كان أنتوا يعني الفارسات عندكم هذه المشكلة بتعانوها، كيف إحنا اللي ما لنا علاقة بالفروسية؟ فأنا سؤالي لك، أنت الآن في أي مرحلة أو في أي مستوى؟ دحين أنا داخلة قفز الحواجز. صراحة أنا حابة القدرة والتحمل، بس هو يحتاج مساحة ومكان، وهذا مو متوفر عندنا للأسف. فالشيء الوحيد ياسين هو الأساسيات والشغل الأرضي والقفز الحواجز، هو الوحيد اللي في مكان له. بتشاركوا في مشاركات دولية؟ للأسف كلكم. في منا بنات شاركوا بس على مستوى شخصي أو كانوا تابعين للاتحاد غير الاتحاد السعودي. طب بالنسبة للرابطة أو رابطة فارسات المملكة، هل أنتوا تطمحوا أنه هي يعني تكسب صفة رسمية؟ إن شاء الله، هذا اللي جالسين نسعى عليه. وهذا هدفنا الأساسي، أنه يصير فعلا لنا اعتراف من الاتحاد أو من وزارة الشباب أو من أي جهة رسمية. طب جميل، في أحد عارضكم في البداية؟ أكيد كثير ناس. أول حاجة لأنه في ناس عندهم معتقدات خاطئة عن الرياضة. أيوة، نحن نتطرق للمعتقدات الخاطئة، بس قولينا كرابطة في أحد يعني اعترض على وجود هذه الرابطة؟ في ناس أول شيء جونا من ناس وجهات برضو من مبدأ أنه هي تخالف الشريعة، بما أنه هم غلطانين، أنه إحنا هدفنا الأساسي أنه نرتقي بالرياضة حسب أو الضوابط الشرعية. أي. فإحنا جالسين نمارس الرياضة بدون أي خدش أو أي شيء يضر قيمنا الإسلامية. طيب وغير كده هي أصلا في الإسلام، يعني سيدنا عمر أمر فيها، وغير شيء هو شيء محبب، وكانوا الصحابيات وفي العصر الإسلامي كان كله يركبوا الخيل ويمارسوا هذه الرياضة، يعني ما في أي مشاكل. أكيد. طب أنا بسألك سؤال، إيش المفاهيم الخاطئة اللي كان الناس يعتقدوها في ركوب الخيل خصوصا للفتيات، وإنتوا صححتوها من خلال هذه الرابطة؟ أول شيء أنه هي تخالف
زي ما قلنا المبادئ الإسلامية، إحنا نقدر نركب الخيل ونقفز ونسوي كل شيء بحجابنا، يعني ما في أي مشكلة. الثاني حاجة أصلاً يعني هو لبس الخيل، يعني تماماً لبس الخيل أو رياضة الخيل نفسها هي بالنسبة لي أكثر رياضة نبيلة. وغير كده حتى في البطولات ترى لو تشوفي ما فيها أي تعري، يلبسوا الجاكيت واللبس الفروسية نفسه هو لبس ساتر، الشعر أصلاً مغطى يعني تماماً، حتى اللي مو متغطين مجبورين إنه يغطوا شعرهم. فهذه أول حاجة بالنسبة للمظهر العام والمبدأ الإسلامي. الثاني بالنسبة إنه هي تضر البنت، غشاء البكارة وهذه الأشياء أنا ما راح أتكلم عنها. نقدر نسأل، نروح للناس الخبرة اللي هم الأطباء. أنا سألت في استشارات كثيرة، يقدر يسوي عنها ريسيرش في المواقع وفي جوجل، برضو يقدر يسألوا أطباء. هي ما لها أي علاقة أبدا، ما فيها أي ضرر، ولو فيها ضرر كان إحنا أكيد بنكون خايفين على نفسنا أكثر من أي أحد تاني. فهذه أكثر مشكلة كانت يتكلموا عنها الناس، إنه هي ولا وهي تسبب مشاكل وكذا. بس طيب إيش كمان مفاهيم خاطئة؟ هذه مفاهيم خاطئة إنه موضوع تدريبنا إحنا نحتاج خصوصية، هذه أكثر مشكلة كنا نواجهها. إحنا نبغى راحة أكثر، خصوصية أكثر، دائما السايس المدرب كان فيه شوي تحفظ. فبس المشكلة كنا نعانيها في النوادي أو أماكن اللي نتدرب فيها إنه ما في خصوصية. أنتوا الحين عندكم أماكن خاصة بتتدربوا فيها؟ أماكن خاصة بس برضو ما فيها خصوصية، يعني ما في مكان نسائي بحت، هذه المشكلة. إلا في الاسطبلات الخاصة اللي يكون حقهم اللي يملكوها، اللي يملكوها تمام ملاك. بس أعرف إنه ركوب الخيل أو رياضة ركوب الخيل تعتبر نوعا ما رياضة مكلفة. تماما هذه برضو مشكلة. أيوة. إنه بس الطبقة زي ما يقول المخملية أو الهاي كلاس هم اللي يقدروا يمارسوها. صح. لكن إحنا جالسين نوضح أو نشوف الاسطبلات اللي أو النوادي اللي ممكن تعطي أسعار مناسبة، بحيث إنه برضو الشخص ممكن يقدر يتدرب الأساسيات بعدين هو يصير يتدرب لوحده بدون ما يحتاج مدرب أو يدفع المدرب. وإحنا بدأنا كذا أغلبنا، بس تعلمنا الأساسيات عن المدربين بعدين عشان نخفض على نفسنا التكلفة صرنا إحنا نطور نفسنا، نشوف فيديوهات في اليوتيوب، مقاطع أساسيات ونتعلم منها. فهذه برضو إحنا حابين نقدم للناس إنه نوريهم كيف تقدر تتعلم بدون ما تلجأ المدرب أو كذا. بس طبعا لازم مدرب، طبعا لازم في البداية الأساسيات، خصوصا إن هي رياضة يعني تعتبر يعني صعبة شوية، صعبة وفيها خطورة يعني تماما. يعني الخيل لا سمح الله لو ما قدر أحد يروضه مضبوط يعني أكيد إنه. فدايما أنا أحب أوجه للي حابين يدخلوا لا يجربوا الخيول اللي تكون في الأماكن العامة زي ما يقولوا في، أيوة في الأماكن السياحية، السياحية لأنه هي ما تكون خيول مدربة فممكن تضر الإنسان أكثر ما إنه تفيده. فهو إذا حاب فعلا يتعلم يروح للأماكن المخصصة للخيول المدربة عشان ما يتأذى وبعدين يكره الرياضة زي ما صار يصير كثير. أيوة كثير ناس على فكرة متعقدين من هذه النقطة. طيب جميل أريج، أبغى أسألك على موضوع الرابطة. أنتوا الآن موقعك أو عندكم حساب في إنستغرام، قولي لي قديش شفتي صدى الناس وتفاعل الناس فيه؟ الناس كثير جدا يعني ما توقعنا اصلا، واحنا حاطين الانستغرام بس واجهه ننتظر تدشين الموقع، قلنا بس نعطي فكره للناس انه في شيء اسمه الرابطه وبس ينزل موقع حنصير ننزل. يعني هو بس موقع الحين الانستغرام فاضي، يعني ما نزلنا فيه بس تعريف فينا، ما نزلنا المحتوى حقنا اللي هي النصايح والبيطره والمحتوى. فمجرد انه بس نزلنا وتكلمنا عن نفسنا كتعريف كان في اقبال من الرجال قبل النساء يشجعوا انه الحمد لله طلعتوا، يعني كنا ننتظركم من زمان. بنات متحمسين، في عشاق ومحبين بس هما ما مارسوا أو ما يعرفوا كيف أو ما يدلوا أو ما يعني مو عارفين كيف يبدأوا أو كيف يمارسوا. فلما شافوا قالوا أخيرا أنه في مرجع أو شيء إحنا ممكن نروح ونسأل وناخذ منه معلومات. فإن شاء الله قريب الموقع حينزل تقريبا أسبوعين ويكون فيه كل الاستفسارات وكل شيء يحتاجه الفرسان والفارسات. أنتوا 50 عضو اللي مشرفين على هذا؟ العشرة بس، العشرة المؤسسات. طيب جميل، بتدربي دحين يا ريف؟ الحين ما أدرب، أنا أعالج في الخيل. تعالجي؟ أعالج. كيف تعالجي؟ أنا قريت من فترة أو شفت مقاطع المراكز متخصصة بالعلاج عن طريق الخيل في كندا وأمريكا، وفي أكثر من 700 مركز في كندا وأمريكا وألمانيا. فأنا استغربت من هذا الموضوع، رحت سألت وبحثت عندنا في المملكة، فتحمست مع الموضوع قلت خليني أجرب على إنه ما لي دخل في العلاج الطبيعي. فطبقت والحمد لله كان في تجاوب، وطبعا الحالات تحول لي بطريق رسمي عن طريق مستشفى الحبيب وفي في سجلات. فعندي بنت مشت من عن طريق العلاج في الخيل، بنت كانت معاها خلع في الحوض فركبت معايا في الخيل وتسويناها جلسات علاج طبيعي وبعدها مشت. يعني انت تقصدي بالعلاج هو علاج الافراد؟ الافراد مش علاج، لا مو علاج الخيل، علاج الافراد اللي معاهم، لانه اصلا العلاج في الخيل حتى ذكر في القران انه هو يعالج مشاكل العظام، الاعصاب، العضلات، حتى يزيد التركيز، التوازن، يزيد القدرات العقليه. ف
فهذه برضو كثير ناس غافلين عنها بغض النظر انها رياضة هي علاج. طب بشكل عام رياضة ركوب الخيل في السعودية انت تشوف ان هي متوفر فيها مثلا السبل يعني التوعية الصحية، مثلا في دكاترة مختصين، بتشوف ان هذا عدد كافي؟ للأسف زي ما قلت لك يعني تخيلي انه في اكثر من 700 مركز في امريكا وكندا والمانيا، وفي المملكة ما في ولا في الوطن العربي كله ما في ولا اي مركز متخصص. الوطن العربي كله ما في كله ولا مركز؟ ما في. فهنا عندنا نقص، حتى هو كاختصاص متخصص ما يدرس عندنا في الوطن العربي، يدرس برا. فكان في تقريبا احنا جالسين نشتغل على الموضوع هذا برضه مع وزارة الصحة مع سليمان الحبيب، برضه هم رحبوا في الفكرة انه يكون في تدريب لهم او فرع كعلاج كعلاج فعلا، مو كانه علاج بيطري للخيول، علاج بيطري للخيول وبرضه علاج عن طريق الخيل لحالات الشلل والمشاكل العظام اللي عندهم اعاقات عقلية. اللي عندهم اعاقات عقليه ممكن ركوب الخيل يساعدهم؟ تمام، في عندي اكثر من 7 حالات، ممكن لو حابين المره الجايه نتكلم عن هذا الموضوع بشكل. لا احنا مش حابين، احنا ضروري لازم نعرف يعني، عارفه الحين اصبح ضروره يعني بعد الكلام اللي حضرتك ذكرتيه. سعيدين بتواجدك جدا معانا ريج العبد الله الفارسه ومؤسسه رابطه فارسات المملكه، يعطيك الف عافيه، نتعرف عليكم وعلى بقيه الجروب قريب. اهلا وسهلا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي لا زالت مستمره، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل. العام الجديد هل هي حقا فرصة للتغيير؟ سيدتي تخبرك كيف.